نسخة الاستقلال في 11 يناير كل سنة، وهي ذكرى متميزة باعتبارها محطة مشوقة من تاريخ الكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة تحت قيادة العرش العلوي من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية والسيادة الوطنية. وبتخليد هذه الذكرى تستحضر الأجيال الناشئة أنبل المعاني لسمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب للدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية. وقف الشعب المغربي عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار للدفاع عن وجوده ومقومات هويته ووحدة بلاده الترابية. ولم يتخذ المغاربة جهودا في سبيل الدفاع عن وطنهم، وهم يواجهون المحتل الذي قسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية والحماية الإسبانية. أمام هذا الوضع التقسيمي، بدل العرش والشعب جسيم التضحية في سياق كفاح متواصل ومتعدد الأشكال لتحقيق الحرية، فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك بكل ربوع المملكة إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري في 16 ماي 1930 وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في عام 1934 و1936، ثم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944. تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، حيث طرح قضية استقلال المغرب في المؤتمر الألف تاريخي في يناير عام 1943 لإنهاء النظام الحماية، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع. فقد تضمنت الوثيقة مطالب هامة استقلال المغرب، وبدلا من رسوخ المستعمر تمادى في محاولة الضغط على جلالة المغفور له محمد الخامس، لكن بطل التحرير واجه مخططات حماية بكل الفوقات وتلا ذلك اندلاع ثورة الملك والشعب التي عجلت بالاستقلال. فقد شكلت وثيقة المطالبة بالاستقلال دورة وطنية حقيقية جسدت وعي المغاربة تمسكهم بالكرامة والسيادة الوطنية.